لعدة أيام وكبار المسؤولين الإيرانيين ينكرون إسقاطهم لطائرة بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الطائرة المدنية حملت رقم الرحلة بي 752 متوجهة إلى تورنتو في كندا عبر العاصمة الأوكرانية كييف أقلعت الطائرة من مطار الخميني في العاصمة الإيرانية في تمام الساعة السادسة واثنى عشر دقيقة صباح الثامن من الشهر الحالي إلا أن الطائرة اختفت مباشرة عن الرادار دون إصدار أي نداء استغاثة لتحترق على الفور لمدة 60 إلى 70 ثانية محاولة الاستدارة والعودة إلى المدرج قبل مغادرتها المجال الجوي للمطار. سقطت الطائرة بين بلدتي براند وشهريار غرب طهران بعد دقيقتين من إقلاعها ما أدى إلى مقتل جميع ركابها من بينهم 15 طفلا و81 امراة و70 رجلا إضافة إلى تسعة أشخاص من أفراد الطاقم عدد الضحايا 176 ضحية 63 كنديا وعشرة أشخاص من السويد وثلاثة بريطانيين إضافة إلى ثلاثة ألمان وأربعة من أفغانستان وإحدى عشر أوكرانيا من بينهم طاقم الطائرة إلى جانب 82 شخصا إيرانيا تصريحات كندية واوكرانية وشكوك امريكية ذهبت الى اتهام ايران باسقاط الطائرة بصاروخ، خصوصا ان الحادثة وقعت بعد وقت قصير من اطلاق ايران عدة صواريخ على قاعدتين امريكيتين في العراق. انكرت ايران على لسان مسؤوليها تلك الاتهامات، واعزت سبب السقوط لخطا تقني، ورفضت تسليم الصندوق الاسود للطائرة خشية معرفة الاسباب الحقيقية. شركه الطيران الاوكرانيه اكدت ان الطائره الجديده دخلت الخدمه منذ اربعه سنوات وتم فحصها تقنيا منذ يومين فقط ليقر النظام الايراني رسميا بعد ثلاثه ايام من النفي عبر بيان للقوات المسلحه بمسؤوليته عن اسقاط الطائره الاوكرانيه ظنا منه انها طائره معاديه طهران بررت الحادثة بالخطأ البشري الذي وقع عن غير قصد ليعلن الرئيس الإيراني اعتذاره وحزنه العميق على الضحايا الأبرياء الحرس الثوري الإيراني الذي أطلق الصاروخ أعزى الخطأ على لسان قائد القوة الجوفضائية ببيان مخالف لبيان القوات المسلحة التي ظنت الطائرة الأوكرانية بأنها طائرة معادية بالقول الحرس ظن الطائرة صاروخ من نوع كروز فتم استهدافها بصاروخ قصير المدى، حيث يرجح ان الصاروخ الذي اسقطها هو من نوع اي 15. الحرس الثوري اتخذ من تصريحات الولايات المتحدة بضرب 52 هدفا ايرانيا مبررا لاستهداف الطائرة، مؤكدا ان الجندي اطلق الصاروخ الذي اسقط طائرة البوينغ دون حصوله على تأكيد الاطلاق بسبب تشويش في الاتصالات. حيث اعتقد الجندي أن الطائر صاروخ كروز وكان لديه عشر ثوان لاتخاذ القرار لم ينتهي بيان الحرس الثوري عند هذا الحد وإنما كذب جميع روايات المسؤولين والدبلوماسيين الإيرانيين السابقة التي تمحورت حول الإنكار لأي صاروخ أو إسقاط متعمد بقوله أن قيادة الحرس الثوري أبلغت السلطات الإيرانية بالحادثة بعد دقائق من وقوعها نفي وإنكار ثم اعتراف ليكون التخبط عنوانا للمشهد في ايران منذ مقتل قائد الحرس الثوري اسقاط الطائره الاوكرانيه شكل مازقا سياسيا دبلوماسيا جديدا لايران وقعت به في غمره الانتقام لمقتل سليماني اي تبعات قانونيه وسياسيه وماليه ستدفعها طهران وباي ثمن